تاني، عندما يعترف بك العالم ويزهو، فماذا يضيرك لو أنكرت الحارة؟ لو أنكرت الحارة تقريبا المعنى اللي المهندس عدلي قالوا تواردت فكرته مع النقد الرياضي. أنا كنت أعرف خالص. كنت أعرف الجولة دي؟ لا، هذه الجولة الحقيقة اللي احتويتها مجلة الأهلي النهاردة، ولا مقالة الكابتن عصام عبد المنعم في الأهرام النهاردة. كابتن عصام كتب برونزية العالم وقال: محاولة البعض التقليل من حجم وقيمة الإنجاز الذي حققه النادي الأهلي لكرة القدم المصرية عموما ولتاريخ القلعة الحمراء العريقة على وجه التحديد بحصولها على الميدالية البرونزية أمر مضحك حقا، وربما يدعو إلى الرثاء تجاه من يمارسونه. جملة من أول أمر مضحك حقا ويدعو إلى الرثاء لمن يمارسونه، حط تحتيه 10 خطوط بتلخص الموضوع كله. لكن كمان قال الكابتن عصام: بالمناسبة، من أبلغ ما قرأت عن الحسد من أقوال الحكماء ما قاله جبران خليل جبران: صمت الحسود بالغ الضجة. بالغ الضجة. جملة عبقرية جدا من الكابتن عصام. كمان النقد الرياضي الكبير، أيوة يا أستاذ إبراهيم، لما تبقى أنت محقق إنجاز مبهر وتجد ناس قريبة منك مش راضي حتى تبارك لك، وفي صخب أكتر من كده. على فكرة في الجزئية دي في لبنتين ثلاثة البعض عمال يلوكهم اليومين اللي فاتوا. خلينا بس سريعا، أصل الأهلي مش ثالث العالم، ده الأهلي الثالث بطولة العالم للأندية، اللي هي بين بطولة العالم، لا مش اللي هي بين أبطال قارات العالم. طيب، هو أنا دلوقتي بالمناسبة لما بقول مصر بطل أفريقيا، قال لك اصل الاهلي ما لعبش برشلونه وما لعبش ريال مدريد وما لفش على كل الانديه فبقى الثالث. ده 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 الرانكينج. ما هو ده الجهل بقى، ده الرانكينج، ده الجهل. البطوله دي بين ابطال قارات العالم والاهلي الثالث، ده جهل الحماقه وحماقه الجهل مع بعض الاثنين. لا مع بعض، لانه عايز اقول لك على حاجه. ماشي السوداويه، لكن عايز اقول حاجه. وانا لما بقول مصر بطل افريقيا، مصر لفت لعبت على كل الدول الافريقيه عشان بقت البطله، ولا المنتخب فاز بالأمم الأفريقية اللي هي البطولة اللي تأهل لها أفضل منتخبات القارة؟ لما باجي بقول فلان الملاكم فلان الفلاني بطل العالم في وزن كذا، هو ضرب كل خلق الله؟ ضرب كل الناس عشان بقى بطل العالم، ولا كسب الأبطال اللي تأهلوا في طريقه؟ فبالتالي أنت تعبان ليه إن الأهلي يبقى بطل العالم أو بطل كأس العالم؟ طب وأنا لما بقول ألمانيا بطل العالم، ما لعبتش مع كل الكرة الأرضية لكن لعبت مع المنتخبات اللي تأهلت. على أي حال اللي بيريحه التفسير ده يشد اللحاف وينام مرتاح. مش هيرتاح، لأنه هيلاقي البنا تانية لواحد آخر جنبه عمال يقول له: إيه دي بطولة عنصرية وبطولة إعلانية، سيبك منها. ليه يا مولانا بطولة عنصرية؟ قال لك: أصله هو في حاجة اسمها بطل أوروبا، يبقى له استثناء، هو بطل أمريكا الجنوبية يلعبوا من السيمي فاينال بس. في وانت مش واخد بالك، لانه في حماقه بجهل وفي جهل بحماقه. هو كاس العالم للمنتخبات اخر مره شاركنا فيها في روسيا، اخر مره. هو التوزيع بين اوروبا وافريقيا عادل؟ بين اوروبا وبقيه المنتخبات عادل؟ اوروبا يا عمنا في كاس العالم بروسيا هو عادل، كان بيمثلها 13 دوله. النبي السؤال بس هيسيبك والله. هو عادل بس مش متساوي طبعا. مش ما هو دي القوه، انت بتتكلم في قاره اوروبا بيمثلها في كاس العالم 13 دوله، بينما افريقيا ليها 5 مقاعد، وامريكا الجنوبيه واسيا كل واحده 4 مقاعد. هل كان توزيع المقاعد المستحقه في المونديال للمنتخبات بين القارات متساوي؟ لا مش متساوي، وفقا لحجم اللعبه وانتشارها وقوتها وتاثيرها. يقول لك: لا دي بطوله اعلانيه. ليه؟ اصل فيها رعاه. فيها رعاه يا راجل، ده الدورات الرمضانيه فيها رعاه. وانت عايز بطوله العالم للانديه ما لهاش رعاه يسوقوها؟ هو كاس العالم للمنتخبات ما لهوش رعاه؟ انا متفهم كميه الغيظ والنفسنه، انا متفهمها، بس خلينا نطرح على الناس كلام معقول. لا يضير حد انه الاهلي بقى ثالث العالم، لكن لما تقبل انك انت تقول بايرن ميونخ بطل العالم مقبوله حلوه، وفي نفس الوقت الاهلي ما يبقاش ثالث العالم، يبقى ثالث كاس العالم. يا عم ما انت لسه قايل على البايرن على نفس البطوله انه بطل العالم. لكن ما علينا، لانه زي ما قال المهندس عدلي هي مساله ليها علاقه بالدواخل شويه، ليها علاقه بمشاعر، بحاجات
حبوا الرياضة، حبوا الرياضة وحيوا كل فريق يتفوق، لأنه في النهاية دي فرصة للجميع، فرصة لكل نادي وهو يشوف الأهلي بيتفوق بنفس المعيار. لما كسب بطولة أوروبا الأندية لعب كل أندية أوروبا؟ لا طبعا. شوف أستاذ إبراهيم، مسألة والله رد على نفسها، وهم لما كانوا ما بيكسبوش الكاس قال لك دي حتة صفيح. أيوة. لما بيكسبوش الدوري دي حتة خشب. لما ما بيكسبوش بيوصلوش الكونفدرالية دي بطولة تافهة. لما كسبوها بقت أهم بطولة في العالم. أيوة. لما ما بيكسبوش أفريقيا لازمتها إيه؟ لما ما بيروحوش كاس العالم أصل دي بطولة، يبتدي يقولوا الكلام اللي إحنا سمعناه. لكن أنت في البطولات اللي ملهاش لازمة عارف توصل لها؟ اوصل للي ملوش لازمة وخلي ليك لازمة. يعني لا احنا مش عايزين نخش في حتة اصل ردنا والله يا جماعة الردود سهلة، بس احنا بنتمنى ان ما تاخدوش الناس وراكم، لان في شباب بريء بيتجرجر لهذه المفاهيم. بالظبط يا جماعة، كل الاندية لها الفخر انها تكسب افريقيا، كل الاندية لها الفخر تروح كاس العالم، كل الاندية لها الفخر ان تتقدم من السابع للسادس للخامس للرابع للثالث للثاني للاول، كل الأندية ليها الفخر، وإذا تحقق هذا تستحق التكريم. بالضبط. أي نادي هيحصل له كده عشان أفكركم بإذن الله الزمالك يبقى عنده في يوم من أنه يتأهل، وساعتها هنسمع كلام تاني خالص. والاتحاد والإسماعيلي وكل الأندية، بصوا النادي الأهلي عمله. أنا بتكلم على هم في بطولة أبطال أفريقيا. حتى في السنوات اللي جاية. على فكرة التصنيف الجديد فيه فرص كبيرة جدا لكل الأندية، بس مش السنة الجاية. اللي هي 32 نادي وهتبقى 24. هو على فكرة اللي الأهلي بيعمله انه يزيل كل هذه التلال من الرهبه ومن الخوف، ويبدا يدخل اللاعب المصري في مصاف الانديه الاوروبيه، ويبدا اللاعب المصري يناطح في البايرن ميونخ ويواجه بطل امريكا الجنوبيه ويتفوق عليه، ده بيفتح الباب للكره المصريه للانديه وللمنتخبات. احنا قاعدين على نفس الترابيزه بالزبط. العالميه اللي قاعد عليها الانديه الكبرى. صحيح. نحن في سياق وفي نطاق الاعلام العالمي. صحيح. يتحدثون عن الاهلي كما يتحدثون عن بايرن ميونخ وعلى بالميراس وعلى كل الانديه. ازاي مش شايف ان دي حاجه كبيره؟ دي حاجه تخصها يا باشمهندس. لما احنا عرضنا الاسبوع اللي فات لما فرانس فوتبول تعمل قائمه ال 30 افضل 30 نادي في كره القدم دلوقتي، ويكون النادي الاهلي المصري هو النادي الوحيد من خارج اوروبا وامريكا اللاتينيه اللي بيدخل هذا السباق، يجي في المركز ال 21، ده كان نجاح كبير جدا للكره المصريه والافريقيه. ده التصنيف يا اللي بتقوله. بالظبط، هي دي القيمه. لكن كمان في البيان اليومين دول، كل ما الاهلي لعب فرقه ويكسبها لا اصل ده مش في مستواه، لغايه المريخ اول امبارح يطلع حتى حد من المحللين لا اصل المريخ مش في مستواه، وكانه الناس مش عايزه تاخد بالها. هو ايه اللي بيخليني في مستوايا ومش مستوايا؟ مستوى المنافس. الاهلي بادائه التكتيكي بشخصيته في الملعب هو اللي بيخلي اي فريق يتخلى عن مقومات قوته ايه؟ اسباب قوته ايه؟ مش هيستعرض عليا. فلما الاهلي يبقى في افضل حالاته التكتيكيه والفنيه شيء طبيعي ان المنافس مش هيكون في افضل حالاته. تسمح لي استعير يعني تحليل من احد المحللين. فضل. اللي تابعته عجبني. لانه دخلنا في سكه اللي انت بتقوله ده. الزميل احمد عز وهو يحلل اداء الاهلي امام بالميراس قال لك اداء الاهلي هو اللي باين ان بالميراس فرقه فاضيه. ايوه بالظبط، هو الاداء عمل ايه وحلل انك. أيوة. انت لما بتقضي على الخطوره هنا. صحيح. والخطوره هنا والخطوره. صحيح. هنا وباسباب فنيه ومنطقيه. وبعدين يا جماعه هو طيب كان ممكن احنا الاثنين نبقى وحشين يطلع الماتش يومنا. انما لما اكون انا كويس في الشوط الاول اللي عمالين كل ما نلعب ربع ساعة ما فيهاش فرصة أو في فرصة مهدرة يتقال الأهلي ما كانش كويس العشرين دقيقة العشر دقايق الثلاث ثواني، فلما يبقى كويس لا أصل الخصم ما كانش في حاجة. فرقة بتبقى 90 دقيقة مكتسحة ومسيطرة ما فيش، لكن في فرقة بتجيب كل الفرص ما فيش. أنا أتمنى نحرز أكثر من هذا، لكن معنى الوصول إلى مرمى الخصم في تكتيك، في لعيبه قادره على الوصول، في فرص بتتاخر او بتيجي بدري بتيجي. لا هو كمان على فكره ان المنافس مش في يومه، هو ما عندوش برد. هو انا لما بلعب فرقه واكسبها يبقى التاني مش في حالته. كلهم مش في حالته. ايه عنده مغص؟ كلهم مش في حالته. عنده برد؟ لا الحقيقه ان انا في افضل حالاتي. فسالب شخصيه المنافس وفرض شخصيتي في الملعب، ده السبب المنطقي اللي ما حدش عايز يقف عنده الا انه يقلل من قيمه فوز الاهلي، فيبقى المنافس مش في حالته، عنده مغص شوية. عموما
ناقدنا الرياضي الكبير رضوان الزياتي كمان في الجمهورية أشار إلى أنه ما حققه الأهلي حمل الكثير من الإيجابيات الكبيرة، وقال على إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط أن تبني على ما انتهى إليه، لأنه القادم أهم بكتير جدا. وده تقريبا اللي قاله سعيد عبد السلام في الجمهورية: لا أحد يهزم إرادتك، في الإشارة إلى قيمة ما حققه النادي الأهلي في تمسك لاعبيه بإرادة النصر وبشخصية الأهلي حتى وهم بيواجهوا أعتى أندية العالم وأكبر القوى الكروية في كأس العالم. ده بيطالب أن يعني يضع النادي الأهلي علم بلاده على الفانيلا، ده يشرفنا ويسعدنا لو مسموح بهذا. صحيح. أي شرف. صحيح. أي شرف أن تحط علم بلدك زي ما بتحيي السلام الوطني، أي شرف أن يكون النادي الأهلي هو المناضل باسم بلده، وهو المناضل باسم بلده. وخلي بالك أعلام مصر في قلوب النادي الأهلي وفي قلوب لاعبوه وهم يخوضون المنافسات.